والشعبين، وشعب واحد والشعبين، ومن الرباط الوقفة اليوم التي دعت لها المبادرة المغربية للدعم والنصرة تعبيرا من الشعب المغربي على رفضه لكل العدوان والإرهاب الصهيوني اليوم الذي يجري في فلسطين في قطاع غزة. كما كانت هذه الوقفة الرمزية صرخة من الشعب المغربي، صرخة إدانة واستنكار، وأيضا محطة لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. حق الشعب الفلسطيني الله يوقف معهم صراحة، سميتو يعني مذابح يوميا كل ساعة، أطفال شيوخ يعني الصهاينة ما تقلبهمش الرحمة، وشحال قتلوا شحال شردوا، ولكن الله سبحانه وتعالى قوي أقوى عليه إن شاء الله الرحمن الرحيم. واش يعني عجزت على الكلام، شنو غنقول للصهيوني؟ فلسطين أرضي حرة والصهيوني يطلع برا، كفانا. ويعني فلسطين في العيون لن ننساها ولن ننساها أبدا إلى الموت. فلسطين الأرض ديالنا والصهيوني يطلع برا يمشي بحاله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. جينا كمغاربة، كأطفال، كنساء، كقوى مدنية، كمجتمع مدني، نتضامن مع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، كذلك بشيوخه ونسائه وأطفاله، نترحم على الشهداء الفلسطينيين، نتضامن مع الشعب الفلسطيني، نتضامن مع مقاومته، نتضامن مع كل يعني القوى الحية في العالم وكل القوى الإنسانية التي تنصر الشعب الفلسطيني وتتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم العالم كله يتفرج على شعب أعزل محاصر، ليس له لا طائرات ولا مدرعات ولا تكانات عسكرية، حتى التموينات الغذائية تدخل له بحدود، حتى مواده الأساسية تدخل بحدود. هذا الشعب الأعزل اليوم الشعب الفلسطيني تحاصر هذه القوى الصهيونية الغاشمة ومتحدية كل المواثيق الإنسانية وكل المواثيق الأمم المتحدة، وتضربه بالطائرات وتقصف المساكن وتقصف العمارات وتقصف المقاومين وتقصف الشيوخ وتقصف الأطفال. اليوم كنقول للعالم ككل، نقول للمنتظم الدولي، نقول للمنظمات الإقليمية، الأمم المتحدة، أن تقف كما تقف مع عدة قضايا. لماذا تقف مع قضايا أخرى يعني قضايا صراعية بين مكونين أو دولتين وتتفرج مع اعتداء على شعب أعزل والشعب الفلسطيني؟ تضامن التضامن المطلق واللا مشروع مع المقاومة الفلسطينية في مسار تحريرها لأرضها. في هذا الباب لا بد وأن نستنكر الهجوم الصهيوني الإرهابي على هذا الوصف وبالتدقيق الذي يمارس اليوم على قطاع غزة الأعزل من خلال الطائرات والقنابل التي تسقط تباعا كل دقيقة وكل ساعة على أرضنا أرض فلسطين.